يسعد لي اوقاتكم، شو اخباركم؟ كل شي تمام؟ عم تجيني كتير اسئلة انه يا وليد ما عم لاقي الدروس، وين الدرس الثاني؟ وين الدرس الثالث؟ في عندك على القناة دروس فصل حواس؟ عم ندور ما عم نلاقي، من يعني اسئلة من هيك، وين الاغنية الفلانية مثلا اللي حطيت تعليمها ما عم نلاقيها؟ فانا كذا مرة شرحت انه انا عامل مكاتب ومقسم، عامل كذا قسم لهالمواضيع هاي عندي على القناة، بس يمكن في عالم ما عم يعرف، فانا عم جاوب الكل برسائل، بس صدقوني شي متعب ان واحد يضل يكتب ويشرح لكل شخص لحاله. فهلأ عملت فيديو بس لحتى اشرح لكم هيك شرح بسيط كيف بتقدروا تلاقوا كل الفيديوهات عندي على القناة، وكيف انا عاملكم اياهم بطريقة تسلسلية سهلة لحتى تقدروا تراجعوها ايمتى ما حبيتوا. رح فرجيكم فيديو بسيط هلأ كيف بدنا نلاقي هالشي اللي انتم ضايعينه، وبرجع في شي كمان بدي ارجع احكي معكم بعد ما اخلص. يلا هلا على الفيديو. اول شيء هلا مثل ما نكون شايفين هاي القناة تبعي، وهي هون البلاي ليست هون موجود. اذا نحنا بنفوت بنضغط على هاي بيطلع لنا قائمة التشغيل، يعني طلع لنا كل شيء فيديوهات انا مجهز لكم اياها. يعني مثلا مثل هون هلا هاي انا مباشر فاتح، في شغلات حاططها هون بالمباشر، قسم مباشر. هاي قسم تعليم الاغاني، مثلا في عنا 19 فيديو لاحظين هون، مثلا شغلات انا مأديها بصوتي، انا ما بغني طبعا بس هيك بحب ادي، عندي كم اغنية بحب هيك يعني بيجي على بالي اوقات غني فبغني بنزلهم. هون فيديوهات نقد، فيديوهات ساخرة كمان رقمهم 29 فيديو، في اللي بحب يتابعهم. هاي اغاني ساخرة عن وضع سياسي، عن وضع اجتماعي، عن اللي هو. وهون قائمة الدروس كلياتها 26 درس لاحظين، وعنا هون حاطط لكم دروس فصل حواس كمان لحالها، ما نفنت كل الدروس انه مثلا الكوردات المقامات الكل كذا كذا، لانه مو محرزة. انتو مجرد ما فتوا على البلاي ليست بيطلع لكم كل الدروس ورا بعضها، والافضل تتابعوها من الدرس الاول للاخير لحتى تاخذوا المعلومات صح، لان ما فيكم تنطوا لدروس متقدمة. حتى لو كنا عم نحكي عن دروس مقامات ما فيكم تشتغلوها اذا ما كنتوا شاغلين بالاول مقام العجم والنهوند مع طريقة تحريك ارقام الاصابع. وهيك مثل ما نكون شايفين الامور سهلة، بلاي ليست موجودين كل هاي الفيديوهات هون، ما بتضيعوا يعني ابدا ما بتضيعوا. مثل ما شايفين يعني كتير بسيطة القصة، نفوت على البلاي ليست كل شي موجود عندكم. هلأ اللي بدي اياه منكم، انا رح حط باول تعليق بهذا الفيديو رابط الدرس الاول تبع الدروس التعليم، سلسلة التعليم الاورج. يعني بدي منكم مساعدة صغيرة، انه كل واحد بس اعملوا شير لهالرابط على صفحاتكم على الفيسبوك، على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، خلي العالم تستفيد، خلينا ندعم القناة اكتر. دعموني بهالشغلة، معلش ما رح ياخد كتير من وقتكم ابدا، عبارة عن شير بسيط. بالاضافة بدي كتير تعليقات على هذا الفيديو، كتير لايكات لحتى يظهر عند جميع المشتركين بالقناة ويصير في تفاعل عليه أكتر، مشان توصل هالمعلومات للكل. لأن صدقوني يعني أنه يعني ما بحب طنش أنا رسائل، بحب جاوب الكل، بس أوقات عم بتعب يعني أنه دائما عم برجع أعيد وأشرح كيف بدنا نلاقي الفيديوهات. فكمان هذا الشيء بيدعم الفيديو أنه يرتفع ريتش تبعه وترتفع مشاهداته. فبدي منكم بس تعليقات كتير على هالفيديو، لايكات كتير، ومثل ما قلت لكم رح حط بأول تعليق رابط الدرس الأول، بدنا ندعمه لهذا الدرس، خليه ترتفع نسبة مشاهداته لحتى يصير يظهر عند عالم أكثر على اليوتيوب، ويشتركوا بالقناة ويدعموا القناة. بالنهاية هي قناتكم، وقريبا رح نزل درس كوردات كتير مهم كتير مهم، رح يعجبكم كتير بطريقة سهلة وبسيطة، ورح يكون هالدرس شامل بشكل عام. بس شوي عم حضره لأن بده شوية شغل، بده شوية وقت لحتى أضبط لكم إياه يعني يطلع، لأنه بدي اوصلكم المعلومات تكون بطريقه سهله بدون تعقيدات بدون هالقصص هي. وبتمنى لكم التوفيق دائما، واي شيء اي اسئله كمان فيكم ترجعوا تسالوني، بس بعيده تكون انه من هلا الى دروس. وشكرا كثير لكم على فكره، الطقس رهيب برا، رهيب يعني. تعال افرجيكم شمس وثلج وقصص، شوفوا شيء شغله ما هيك. بارح كان كتير كتير عم تتلوش، ايه فا
ظريف الطقس. يلا نتمنى لكم هيك يوم سعيد وأيام سعيدة وسنة جديدة تكون خير وسلام عليكم جميعا من كل البلاد العربية والوطن العربي. وباي باي.